وسهلا بكم متابعين قناة اقرأ، معكم فجر المري الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في الإلقاء والخطابة. عيش معنا الأجواء الروحانية بجوار بيت الله واستثمر إجازتك مع مدربين عالميين. على هذا النحو انطلق ملتقى مكة في نسخته الثانية بدورات تدريبية تتضمن شهادات دولية مهنية احترافية معتمدة ومزايا عديدة لحامليها. الملتقى كان عبارة عن مجموعة دورات، كل يوم تقريبا يكون في عندنا ضيف. اليوم الأول كان عندنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي في دورة الإلقاء وكاريزما الإلقاء، واليوم كان عندنا دورة الأمن السبراني، بالإضافة للدورة الأساسية الاحترافية من شركة مايكروسوفت المدعومة من صندوق الموارد البشرية هدف. الحمد لله كان إقبال جيد، يعني غير متوقع، والحمد لله. الحمد لله طبعاً الإقبال يتزايد ما بين نسخة إلى نسخة أخرى، يشوفوا النجاح في النسخة، النسخة اللي بعدها يتزايد. نزلت الدورة الآن بنسختها اللي هي الأونلاين عن بعد عشان تفيد جميع شرائح المجتمع في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، والحمد لله لقينا إطراء من جميع المشتركين والمدربين السابقين. دورات تدريبية تؤهل الفرد لسوق العمل منمية للمهارات لتحسين بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والشركات الكبرى، بما يساهم في استقطاب أفضل الكفاءات المحلية في مختلف مجالات العمل. الحمد لله بفضل الله عز وجل كان في حضور جيد اليوم، وهذا يدل على الحمد لله وعي المجتمع في ظل تطور التقنيات وتطور الأجهزة، وجود أنظمة تشغيل يعني بإصدارات حديثة، وأيضا في ظل انتشار الأجهزة من جميع أفراد الأسرة حتى الأطفال، فأصبح الجميع يسأل كيف أحمي أجهزتي وكيف أحمي أجهزة أبنائي، أو مثلا من يعني يسكنون معي في نفس المنزل. فمن حضور الناس وأسئلتهم اليوم لاحظنا فعليا أنه الأغلبية عندهم الشغف وعندهم حب التعلم في هذا المجال. أنا أختي الله يحفظها الأستاذة نجد المري، هي مدربة إلقاء وخطابة، وأنا أصغر مدربة إلقاء وخطابة للأطفال في برامج كثيرة جدا. أهداف سامية يسعى ملتقى مكة إلى تحقيقها عن طريق تدريب مرتادي الملتقى بطرق عملية منظمة وميسرة لتعزيز وتوطين مختلف القطاعات بشباب واعد مؤهل لسوق العمل وتحقيق المعنى من العمل المشترك في البناء والنهضة لرؤية 2030. لقناة إقرأ، ماهر بن صديق، مكة المكرمة.